ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. نشر بالصفحة الرسمية لتوفيق بوعشرين مالك جريدة أخبار اليوم عبارة نهاية أخبار اليوم مرفوقة بصورة تحمل صورة بوعشرين وكلمة بالإنجليزية The End أي النهاية. هذا القرار كان منتظرا حيث تقول مصادر صحفية أنه تم إخبار الصحفيين بجريدة أخبار اليوم أن آخر نسخة ستكون يوم الثلاثاء المقبل، كما أن هذا القرار نزل كالصاعقة على الصحفيين بالجريدة المذكورة الذين أكدوا أن إدارة المؤسسة لم تبلغهم بشكل رسمي بالقرار وتفاجأوا بنشره على صفحة توفيق بوعشرين. هذا ودخلت مؤسسة أخبار اليوم في أزمة مالية خانقة ولم تسدد أجور مجموعة من العاملين بها منذ شهور، ويرجع سبب ذلك إلى سجن مالكها توفيق بوعشرين المدان ب15 سنة سجنا نافذا بتهمة الاتجار بالبشر وتهم عديدة أخرى. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.